هذه نماذج من نساء الروبوتس اللي صنفت الأجمل بالعالم. تعبير الوجه ونظرة العين وحركة اليد باتت أقرب إلى البشر. بعضها يدخل في استعراض راقص ومعظمها بات يمتهن التسويق والإعلان بما يطرح 1000 سؤال حول مستقبل البشر في هذه الوظائف. تماماً كهذا الفندق في اليابان. هنا الآلة تسيطر بالكامل، موظفو الاستقبال على شكل إنسان إلى حامل الحقائب وصولاً إلى الغرف حيث يغيب البشر بشكل كامل ليحل مكانهم مخلوقات آلية من الحجم الكبير والصغير.